قعدت تاني ملاحظه، قاعد نشوف جمهور كامل ما يسبش، مغشش على جمعيته، ما يشجع فيها لآخر دقيقة، يحترم المنافس. إن شاء الله نبداو بشوي بشوي على القليل ناخذوا الحوايج الباهية وإن شاء الله نبنيو عليهم. مبروك للنجم، مبروك للجماهير التونسية الكل اليوم الطوال أقنعت، احنا فرحانين، الجمهور اللي تحول الكل فرحان ويا ربي حمدك. كيفاش كتشوفوا رئيس الوطنية بالله عايشك؟ نجم نقولوا النجم عسك صحيحه، النجم بدايه سكه صحيحه، هي الربح يجيب الربح وربح يجيب الثقه في النفس، ووقت اللي يبدا الجمهور فرحان والعباد الكل فرحانه ومسؤولين فرحانين وهما بيدهم لاعبيه فرحانين، ان شاء الله على هذا الكل مش نبني، وهذا اللي مش نشوفه النجم مازال من مقابله الى مقابله مش يتحسن. عندنا ملاعبيه جد مازالوا ما دخلوش في المجموعه، جابوا الاضافه روجي لومير في هذا الثالث ماتش نتاعو جايب الإضافة زادة، وإن شاء الله على الروح هذه جديدة وعلى حب الربح وحب التألق إن شاء الله نشوفوا فريق النجم الرياضي الساحلي اللي فرح الجماهير نتاعو اليوم، نتفهمهم اللي الجماهير تحب الربح وهكا دور المسؤول ودور الملاعبيه باش نجيبوا الربح وباش نفرحوه. بالتوفيق. شوف مازال شوف بالنسبة لنا احنا فريق كبير نحترموه، مقابلة تتلعب على شوطين، إن شاء الله احنا خذينا فارق مهم وربح هنا في الرباط ومسجلين زوز أهداف، عنا معنا هامش باهي، عنا أولوية، ما زالت المقابلة ما تربحتش، إن شاء الله الأولاد ما يقتلوش المقابلة ويربحوا المقابلة قبل ما تلعب، هذا دورنا نحن كمسؤولين وهذا اللي مش نقوموا به إن شاء الله. بالنسبة لجمهور الرجال بيطول كيفاش؟ شوف أنا تونسي ولاحظتها للتلفزيون التونسي وقلت لهم أخطر المنشآت، منشآت عظيمة، ملعب تونس احنا توا معنا جازون مزيان ومزيان برشا وربي يبارك، مي اللي قلت لهم شوفوا الجمهور خاسر 2-2 مقابلة مهمة، الرجاء فريق كبير، جماهير تحولت من كازا وجات بأعداد غفيرة، ورغم ذلك يحترموا المنافس، يحترموا الفريق الزاير، إن شاء الله احنا في تونس نبداو عندنا الروح الرياضية بشوية بشوية إن شاء الله. هذا لاحظته وكان أنت موجود قلته مبروك عليهم، احنا الأخيان ونقولها نداء مرحبا بهم، هم أخواتنا فرحوا بنا واحنا نفرحوا بهم، مرحبا بهم في تونس في اهلهم في ماليهم في سوسه، واحنا مش نفرحوا ونقوموا بالواجب. سامي منحه مغريه تنتظر لاعبيه فريق؟ لا شوف الملاعبيه اللي تلعب اي شوف الملاعبيه اللي تلعب على المنح ما عندها وانت تمشي، هو عندهم دي زوبجيكتيف في اول السنه كل شيء مدروس، كل مقابله مقابلتها، مقابله كاس العرب عندها المنح نتاعها، بطوله عندها منح نتاعها، عندهم كذا كل شيء مكتوب حاضر، مش من مقابله لمقابله نعملوا منح، والملاعب هو بروفيسيونيل ما يلعبش على المريول وما يلعبش على الزي وما يلعبش الفريق وما يلعبش كذا، ما ينجمش يكون ملاعب بروفيسيونيل. المنحه موجوده وربي يبارك لهم كي يتاهلوا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.